بسم الله والابن والاب والروح الواحد امين. الانجيل بيحكي لنا ان المسيح كان ماشي وكان في واحده ارمله يعني جوزها ميت وابنها كمان مات، ابنها الوحيد. فالانجيل عايز يقول لنا ان المسيح تحنن وتدخل وقبلها ابنها من غير ما هي تطلب. والقصد من القراءات في الفتره دي توت بابا هاتور، القراءات كلها بتحكي لنا عن حنان المسيح. المسيح بيحن علينا. والحقيقة إن أرملة يعني جوزها ميت وكمان ابنها الوحيد مات، في ذلك المجتمع في الوقت ده كانت تبقى مأساة شديدة قوي، لأن ما عندهاش حد يصرف عليها، وكان ربما ما لهاش حل غير إنها تتسول أو تشحت، كانش حد هيديها فلوس. فالمأساة كانت كبيرة. ولكن الأهم من كده المعنى الروحي في القصة، إن مين هو الميت الحقيقي؟ الميت بيشيله ويحطه فيه من غير ما يكون ليه أي إرادة. وسفر الرؤيا والمسيح بيعلمنا إن الميت الحقيقي هو الإنسان الميت بالخطية. فيقول لك لك اسم أنك حي وأنت ميت، يعني أنت قدام الناس كلها عايش ومركزك كبير وعندك صلاحيات كثيرة، إنما أنت قدامي ميت. ميت يعني إيه؟ يعني يعملوا فيك اللي انتوا عايزينه، الدنيا تعمل فيك اللي انت عايزاه، يشيلوا ويحطوا فيك. محمول بكل ريح شهوات، محمول بكل ريح من اي نوع، الناس كلها تشيل وتحط فيك، انت مالكش اراده. يشيلوك من المكان ده يحطوك في المكان ده. درجه شويه من الموت تشبه الشخص المخمور، الشخص اللي هو سكران تلاقيه عمال يعمل اي حاجه ومش في وعي، مش عارف يعمل ايه. ولما يفوق يقول ايه التصرفات الغير عاقلة اللي انا كنت بعملها دي. ودرجة اعمق ان الواحد يموت. انما العجيب ان احنا على صحتنا الجسدية لما الواحد يكون عنده بس يحس بشكة كده في صدره يقول انا حاسس بشكة، ده يكون القلب، نروح على الدكتور نعمل رميس نتحول نطمن، ما تكونش حاجة، ما يكونش بيلي حاجة، اصل اخويا تعب ومش عارف حصل له ايه، اطمن. قلقان جدا، قاس الضغط عالي شويه، يفضل قلقان لغايه لما يقيس الضغط ويطلع اتظبط الحمد لله. طب نفس القلق بيبقى على الحياه الروحيه، يعني في واحد بيبقى قلقان كده يقول انا بقالي شهر كده ماليش نفس اصلي ولا اقرا انجيل ولا حاجه، حاجه تدعو للقلق ولا عادي؟ لاحظوا ان الاهتمام الشديد بالصحه الجسديه وعدم الاهتمام نهائي بالصحه الروحيه، مش بس لينا والاولاد. يعني تقلق قوي لو ابنك سخن، جري على الدكتور لازم نطمن ومش هتهدى غير لما الواد يرجع كويس. لكن تقلق قوي لو ابنك ما بيصليش وملوش نفس يصلي وملوش نفس يروح الكنيسه ومش عايز يروح مدرسه الاحد ومش عايز يقرا في الليل، ولا عادي يعني المهم انه بيلعب رياضه والمهم انه هو شاطر، المهم ايه؟ خلي بالك ده المسيح جه في الاخر قال انت ليك اسم كبير قوي ان انت عايش وانت قدامي واحد ميت. طب ايه اللي بيخلي الواحد لما يموت ما يفوقش؟ معطلات بقى تخلي الواحد مش عايز يتوب. واحد مش مشغول بنفسه، مشغول بالاخرين، يعني هو نفسه صحته تعبانه وقاعد يبص في العيانين اللي حواليه، والعيان ده خطر والعيان ده مش عارف لازم يروح المستشفى. طب انت كمان عيان، واخد بالك؟ يعني انت عيان ومش مركز مع نفسك، مركز مع الاخرين، زي واحد في الامتحان وقاعد مش مشغول بورقته، قاعد يبص على اللي حواليه لغايه ما الوقت يخلص وبعدين هو هيتحاسب على ورقته هو. انت عمرك ما هتتحاسب على اللي حواليك عملوا ايه. انما للاسف احنا قاعدين شغلين نفسنا بكل اللي حوالينا، كل الاحداث تخصنا او ما تخصناش خالص، وعاملين يعني نقيم كل حاجه، ودي كذا ودي غلط ودي غلط. طب وانت؟ انا مش مشغول بنفسي خالص. يصح يحصل كده؟ يصح ده يعمل كده وهو برضو الاصول كده واحنا لازم نسكت على كده؟ طب وانت؟ انت واخد بالك ان انت مثلا عندك مرض خبيث وعمال ينتشر ومش بتتدخل؟ واخد بالك ان انت حالتك هي اللي بتزداد سوء، ولا عمال تراقب الاخرين وتحكم على الاخرين بينما انت مش هتحاسب غير على نفسك؟ اول معوق ان الانسان يبقى مشغول بالاخرين. وهو كمان مشغول بالاخرين يعني يا ريته عارف او بيحكم حكم صح، عمال يحكم وخلاص. زي مثلا الناس كانوا قاعدين في القطر مره وشافوا 2 اطفال كده عمالين يعملوا شقاوه زياده قوي،
وابوهم ساكت خالص ما بيحركهمش، فالناس كلها قعدت تنتقد ابوهم، وبعدين في الاخر زعقوا له ما تمسك اولادك شويه. فراح قال لهم كده بانكسار، قال لهم معلش اصلنا لسه راجعين من المستشفى ووالدتهم ماتت قدامهم والولاد متاثرين فانا سايبهم. مجرد ما قال كده الناس كلها تعاطفت مع الطفلين اللي كانوا عمالين يزعقوا فيهم واشقيه، والنظره تغيرت خالص، واللي عمال يطلع لهم لعبه واللي يطلع لهم شوكولاته ويحيلهم، وكان احنا ما كناش فاهمين وفهمنا. والحقيقه ان احنا 90% او من ادانتنا لاي موقف لاننا ما عندناش رؤيه كامله للموقف، ومش عارفين الحقيقه بالظبط ماشيه ازاي، وعلى قد المعلومات اللي وصلت لنا على ما قد بنقيم الموضوع، وشغلين نفسنا بالموضوع ده وناسين بقى حياتنا احنا. بدل ما انت بتبص على حالك قاعد شاغل بالك بالاخرين وخلاص على كده. اول حاجه تخلي الواحد مش بيتوب او مش بيفوق انه مشغول بكل ما يحدث لتقييمه وان يقول رايه فيه. تاني حاجه تخلي الواحد مش بيتوب ومش بيفوق انه مش مقتنع انه غلطان اصلا، ان هو اللي بيعمله ده مسميه ما فيهوش حاجه، ودي خدعه كبرى وابتدت تنتشر حتى في الكنائس، انها الحاجه الغلط تسميها صح وخلاص. انت تعب نفسك ليه وتتوب ليه؟ ما هو ده عادي انت كده، زي ما بتسمعه مثلا في كنائس انه بيقننوا خطا ويقولوا ما فيهوش حاجه، ده شيء طبيعي. او انت جواك حاسس ان ده حقك، مثلا واحد يروح يسرق فلوس من البنك ويقول معلش ما انا دفعتهم في الضرائب بزياده، هم بياخدوا ضرائب زياده فدي فلوسي، حقك ايه؟ انت حللتها لنفسك وسميتها ما فيهاش حاجه غلط، فتيجي تقول لك توب، اتوب عن ايه؟ انا باخد حق. المشكله الثانيه ان انت مش مقتنع اصلا اللي انت بتعمله ده محتاج توب، وبالتالي هو ده اللي يعني يعجب الشيطان قوي. انت كده كويس قوي طالما انت مقتنع اللي انت بتعمله صح. انما الضمير الحساس اللي قريب لربنا اول ما بيعمل حاجه حاسس انها مش مظبوطه بيسال، حتى لو انا مش عارف اقيم الموضوع بيسال، ولا انا بعمله ده صح ولا غلط؟ لو غلط بلاش مش عايزه. فتاني حاجه تخلي الواحد ينتبه انه عايز يتوب انه يتساءل في كل حاجه، وكل ما يقرب لربنا زي النور، زي ما يكون مثلا الجلابيه بتاعتي سودة وعليها بقعه بيضه وبقعه حمراء وبقعه مثلا اي حاجه كاتشب لونه احمر، لو عليها قهوه وعليها ميه وعليها كاتشب، لما تكون الدنيا ضلمه والنور يولع شويه اول حاجه تبان ايه؟ الابيض. مثلا لو في كريم شانتيه ولا حاجه يبان البقعه دي، تبان لما النور يزيد تبان بقى ان في بقعه قهوه بس ما كانتش باينه، عايزه نور جامد. كل ما تقرب لربنا قوي، كل ما تقرب للمسيح قوي، كل ما تكتشف ايه ده ودي كمان مش صح. عشان كده القديسين كانوا بيبكوا على خطايا، بالنسبه لنا احنا ايه اللي بيبكوا على ايه دول؟ احنا ده عادي. انما اللي بيبكي على خطايا معناها انه حساس قوي، اكتسب الضمير الحساس في نور المسيح بيكشف لنفسه كل الضعفات. كمان حاجه تانية بتخلي الواحد مش عايز يتوب انه ابتدى يحب الخطيه مع الوقت. هو يقول لك انا مش عايز، انا مش عايز، انا مبسوط كده، انا صحيح يعني اللي بعمله ده غلط بس انا بحبه كده. زي مثلا واحد بيشرب دخان ولا حاجه وتقول له بطل، يقول لك بس انا بحبه، بحس ان دماغي بتتظبط وانا بحبه الموضوع ده. ده عمره ما هيبطل لان دخلت مشكله جديده، انه مش بس حاسس انه هو يعني بيعمل حاجه غلط، حتى كان عارف انها غلط بيحبها، مش عايز هو يسيبها. هنا المسيح ما يتدخلش، اذا لقيت متمسك بحاجه انت بتحبها مش هيخلعها منك. انما لازم توصل لدرجه تقول له انا قرفت من الموضوع ده وحاولت ومش عارف ابطله، من فضلك انت تدخل واديني بقى قوه ان انا ابطل الموضوع ده ايا كان، عايزك تتدخل من عندك، انا قرفت وصلت لمرحلة القرف. زي الابن الضال لما رجع لنفسه ولقى ان هو في الاخر بيقول لربنا انا اتمنى ان انا ارجع بس مش هتمنى، انا هرجع. خد الخطوة انه رجع، انا قرفت ايه الذل اللي انا فيه ده، وعندي ابي الاكل كتير وانا هنا قاعد بشتغل خرنوب. فقرر هو ان هو يرجع. ربنا يدينا اننا نقرر اننا نرجع، والموضوع ده على مزاج المسيح. المسيح عدى لقى ميت محمول لمس النعش قام من غير ما حد يقول له.
لكن ما تنتظرش ان ربنا هيفتقدك بدون ما انت تكون عندك رغبه. هي المعجزه دي فيها تدخل الهي بدون رغبه الميت، ولكن رافه وتحننا على امه اللي هتبقى ظروفها صعبه جدا. ولكن مجرد ابداء رغبتنا اللي هي ماشيه جدا مع رغبه المسيح، المسيح عنده استعداد انه يجي ويقيم الميت. يعني حتى لو كنت مت خالص وفي معجزات تانية بقى له 4 أيام، حتى لو كانت الحالة وحشة جدا، ربنا عنده استعداد إن هو يقوم كل واحد من أي درجة من الخطيئة.